فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت بالناس ثم أخبرني أحد المأمومين أن صلاتي بهم باطلة، لأني أقول في التكبيرات، تكبيرات الانتقال، الله أكبر بإضافة الواو. أحاول ولا قوة إلا بالله. يقول: فهل قوله صحيح؟ لا بالله ما هو صحيح، لا بأس بذلك، تكبيرك صحيح إن شاء الله، صلاتكم صحيحة. نعم، يبطل صلاة الناس بغير علم. نعم.